اثيوبيا النهارده هتعمل سد جديد. وزير الري الاثيوبي النهارده قال ان احنا هنعمل سد اخر. يعني بكره عندنا اجتماعات، وطلع النهارده بتصريح هنضع حجر الاساس لانشاء سد اخر في ولايه امهره. لانه اثيوبيا اعلنت وقلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات انهم هيعملوا الملء الثاني. الكلام ده امتى؟ قبل ساعه من اجتماعنا معاهم الاسبوع اللي فات، فقالوا هنعمل الملء الثاني، والنهارده قبل اجتماعنا بيوم قالوا ان احنا هنعمل سد اخر وهنحط حجر الاساس لسد اخر. مصر طبعا وقعت توقيع اولي. نعم، اللي هو فبراير الماضي. اللي هو فبراير. مش عايزه تيجي ليه يا اثيوبيا؟ قال لك لا، ده احنا هو السد بس عشان كهرباء. امال عشان ايه؟ عشان زراعه مثلا؟ قالت ممكن. طيب عايزين قد ايه زراعه؟ ما نعرفش. حسب التنميه. طب وايه تاني؟ احنا هنعمل سدود تانيه. بدأوا يتكلموا في سدود تانيه. سدود تانيه. طب وعايزين ايه مننا؟ قال تدونا بقى كارت بلانش، انتوا والسودان انتوا موافقين على سدود تانيه. عايزين تتفاوضوا معانا. توافقوا على مشاريعنا المستقبليه. نعم. طب نوافق ازاي على مشاريعكم المستقبليه واحنا ما نعرفهاش؟ نعم. طب فين هي السدود ديت؟ نبص فيها ونقيمها. نعم. وندخلها في التفاوض. لسه ما عملناهاش. لسه ما صممناش. نعم. طب عايزين ايه؟ قالوا نفس الوضع كده. فمصر والسودان اتفقوا ان هذه السدود لو انشائها لا يتعارض مع القانون الدولي. مصر والسودان موافقين. نعم. لا يتعارض تاني مع القانون الدولي. مع القانون الدولي. موافقين. موافقين. ايا كان عددها. اي كان عددها، اهم حاجه الحجم بتاعها لا يؤثر على توزيع المياه المعتمد الدولي. نعم. قال لك لا، واحنا مش معترفين بحصتكم. الله الله، الاول سد النهضه وبعدين والتنميه وبعدين عايزين نزرع شويه، طب تزرعوا قد ايه؟ مش عارفين. وبعدين سدود. المماطله. سدود ثم الحصه بتاعتكم مش معترفين. لا، ده احنا مش معترفين بالحصه بتاعتكم. اللي حصل المندوب اثيوبي قال ايه؟ قال ان لن نترك مياه النيل الازرق لمصر دون ان نستفيد به، فاسرائيل تعرض علينا شراء المياه وتعرض على مصر 4 سنت لكل متر مكعب مياه يمر في مياه نهر النيل توصل له. احنا دخلنا في حاله او مستوى الفقر المائي للانسان. مصر بعد ان يبدا هذا السد في العمل لن تكون هي مصر اللي ربنا خلقها لغايه دلوقتي. ان عند انقطاع المياه عن مصر بشكل غير مناسب يضر الشعب المصري، مش هيبقى فيه غذاء، مش هيبقى فيه مياه للشرب والصناعه، ساعتها اما الشعب بيهاجر او الدوله تدافع عن مصالحها، ولو هاجر هيهاجر فين؟ والله 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 لن نقوم باي ضرر، لن نقوم باي ضرر، لن نقوم باي ضرر للمياه في مصر. للمياه في مصر. مصر غرّونا في اتفاقيات وفي تقارير وبيكسبوا وقت، وكان معروف يعني للكل ان اثيوبيا ناضيه بطريقها، وكل الكلام اللي بيتقال وكل المناورات بما فيها ما يسمى اللجنه الثلاثيه، كل هذا كان لكسب الوقت. نقطع ميه النيل عن كل الساحل الشمالي والساحل البحر الاحمر. وما اعرفش مصر هتنتهي حضارتها اللي دامت 7000 سنه وهنتهي عطائها، ولا هتحافظ على هذا. ارجوكم اناشدكم لكل فرد فيكم ولكل مسؤول في الدوله الا يتخاذل والا يستسلم وان يدافع عن حقنا في البقاء. أرجوكم أناشدكم لكل فرد فيكم ولكل مسؤول في الدولة ألا يتخاذل وألا يستسلم وأن يدافع عن حقنا في البقاء.